وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، قل هو الله أحد، يقول: إنها لتعدل ثلث القرآن. عن هذا يقول نور الدين السالمي رحمه الله تعالى، يقول: لأن هذه السورة مع اختصارها تضمنت ما وعدته طوال الآيات المنتشرة والمنتثرة في القرآن حول توحيد الله. يعني الآيات اللي في القرآن الكريم التي تتكلم عن معرفة الله، توحيد الله، تعظيم الله، تقديس الله، لو جمعتها جميعا لكانت ثلث القرآن الكريم. يقول الشيخ: وما وعاه ذلكم الثلث بطوله تضمنته هذه السورة مع قصرها، قل هو الله أحد. فمن اعتقد ما في قل هو الله أحد فقد آمن حق الإيمان، ومن حاد عما في قل هو الله أحد فقد حاد عن حقيقة الإيمان. فماذا تضمنت قل هو الله أحد؟ الله يقول لنبيه جوابا على هؤلاء الذين قالوا ذهبه، فضه، قشبه، يقول له: قل هو الله أحد. الله ليس كما تصفون، كما قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقال: وكبره تكبيرا، وقال: فهل تعلم له سميا، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. هذا السؤال الذي تسألونه هو ناشئ عن إيش؟ ناشئ عن تجسيم، أن الله لابد أن يكون إما فضة أو ذهب أو خشب، هذه أجسام، لابد أن يكون محدود، لابد أن يكون متحيز، لابد أن يكون متبعض. الإله الذي تريدون أو الذي استقر في ذهنكم معرفته من هذه الأجناس وهذه النوعية، الله ليس كما تريدون أو تعلمون أو تدركون أو تصفون. وهذه نفس الأسئلة التي وجهها موسى عليه السلام من فرعون، قال فرعون: وما رب العالمين، مثل ما قال اليهود: ما ربك، انعت لنا ربك. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وأعاد السؤال بصيغة أخرى، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الأسئلة نفسها وجهها، وهذه العقيدة، عقيدة أن الله تعالى متحيز، متميز، متبعض، هي العقيدة التي يعني جابهها إبراهيم عليه السلام عندما رضخ قومه إلى المعبودات الوثنية الأرضية، راح يريد أن يعرفهم بالله حقيقة، أنه أقدس وأعظم وأجل من هذا الذي تركنون إليه. قال: رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين. تعالى الله وجل الله عن أن يظهر ويغيب، عن أن يتحيز ويتبعض، تعالى الله. ثم رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي لمن؟ طويل، عريض، فوق العالم، تحت العالم، يمين العالم، شمال العالم، داخل العالم، خارج العالم، متصل بالعالم، منفصل بالعالم، جوهر، عرض، جسم، ما هو؟ ما تعرض لهذا كله. إيش قال؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقط. هل تعرض لماهية الله؟ لا، ما هو الله لم يتعرض له، وإنما تعرض لآياته التي دلت على جلاله سبحانه وتعالى، فقال: عرفته بهذا.